السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول 3 ألعاب أقوياء جدا، مجانيين، فيهم أفكار. يعني الناس اللي متخصصة جدا في الألعاب بتاعت الأطفال هم اللي عاملينها، بحيث إنها تبقى جيمفيكيشن، ألعاب لكن تعليمية في نفس الوقت. ده مثلا أول واحد شيلدز بلاي، وده أوبن سورس ومجاني، تقدر إنت تحمله على طول. هتلاقي فيه كمية كبيرة جدا من الألعاب التعليمية، بيبدأ يجيب لي صورة ويجيب معاه صوت، فالطفل يبدأ إن هو يلقط ويتعلم الحروف والأسماء بكل حاجة. فيها كمية ألعاب كتير جدا. تعال نشوف كده السكرين شوت بتاعت الألعاب دي، كلها ألعاب تعليمية تمام، زي مثلا الذاكرة نفسها. يعني الطفل الصغير يبدأ إن هو مثلا يدوس هنا فتجيله صورة معينة، ويدوس في مكان تاني فتجيله صورة تانية، فهو يحاول يجيب الصورتين اللي زي بعض. دي لعبة حلوة جدا بتقوي الذاكرة. في دي بقى بالصوت، يجيب له صوت معين ويقفله ويبدأ يحاول يختار الصوتين زي بعض. فدي برضو من ضمن الحاجات التعليمية. في مثلا لعبة البازل وهكذا، كلها ألعاب مناسبة لطفل صغير خالص عنده مثلا 3 سنين، يبدأ إن هو يتعلم منها. دي لعبة تانية بس أكبر في السن، ايديو اكتيف 8. دي من اشهر الالعاب، واخدة جوائز كتيرة جدا لانها من الالعاب التعليمية القوية جدا، اللي هي بتعلم بقى رياضيات، تعلموا سرعة الكتابة، تعلموا العمليات الحسابية وهكذا. دي واخدة جوائز كتيرة جدا، فهتلاقي فيها يعني المفروض ان المدارس والحضانات يبدأوا يعلموا الطلاب بالبرنامج دوت، ومستو ان هو مجاني وموجود بلغات كتير جدا تقدر انت تنزلها. دي برضو لعبة مجانية تقدر انت تحملها، هتلاقيها جميلة جدا، فيها تعلم سرعة الكتابة، سرعة الحساب، فيها الشطرنج، ففيها حروف كتيرة زي ما انت شايف، مجموعة من الألعاب. يعني كل واحدة من دول بيسطبها بيبقى عنده مثلا 20 لعبة، فما بيزهقش بيبدأ ان هو يلعب. دي مثلا ان هو بتذكره كلمة فهو بيكتب بسرعة، فده بيعلمه سرعة الكتابة، ودي من المهارات المهمة جدا ان الواحد يتعلمها.